أكدت مصر أن أزمة جائحة كورونا اختبرت مفهوم التعاون الدولي، وأظهرت ضرورة التضامن المنسق لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية الناجمة عن هذه الأزمة للحفاظ على شرعية ومصداقية النظام الدولي. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سفير مصر لدى الأمم المتحدة محمد إدريس في اجتماع افتراضي لمجلس الأمن دعت إليه إستونيا إحياء لذكرى مرور 75 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أكد السفير المصري أن النظام الدولي نجح في منع وقوع حرب عالمية جديدة، إلا أنه لم يحقق النجاح نفسه في منع وتسوية النزاعات والصراعات الإقليمية ونزع السلاح النووي ومنع انتشاره، وهو ما يمثل تهديدا للسلم والأمن والاستقرار الدوليين.